في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة رقم 1052، حرصت المحافظة على زيادة الرقعة الخضراء من خلال تطوير حديقة البازيليك بمصر الجديدة وإنارتها بالكامل لتكون متنفسا لسكان العاصمة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. يعني رفعنا كفاءة كل حاجة كانت موجودة وأضفنا طبعا الأشجار، خدنا فيها شغل كتير لان هي لما اتثبت كانت ارتفاعاتها عاليه قوي، فبدانا ان احنا نربيها على ارتفاعات معينه وشكل معين. المساحات الخضراء نتيجه ان الاشجار كانت متشابكه ومتغوله اتضررت، فاحنا عملنا حوالي 2000 متر نجيله اضفناها وعالجنا النجيله اللي كانت موجوده اصلا، وابتدينا نضيف لمسات وزهور وإضاءة. كمان دخل معنا الإنارة من الهيئة، عملوا أعمدة الإنارة وكشفناها وإضاءات تانية مختلفة، يعني وحدات إضاءات مختلفة. طبعا دلوقتي بقى شكلها مفرح جدا، بدأنا نحط زهور وندعمها وعملنا لها شغل جديد. طبعا سيادة اللواء وجهنا مع المهندسة منى إن الدنيا تبقى كلها زهور، يعني ده جزء مش هنبقى هنا بس، يعني الزهور مش هتبقى متواجدة هنا في مصر الجديدة بس، بالعكس صلاح سالم برضو هتبص تلاقي الدنيا اتغيرت خالص وكلها زهور وأماكن جديدة وأماكن كتيرة جدا، هيبدأ وجهة النظر بتاعتها تختلف والوجهة الجديدة بتاعتها هتبقى كلها زهور. تتميز حديقة البازيليك بالأشجار العالية وارفة الظلال التي يستمتع بها الزوار نهارا وليلا. وخلال الوقت الماضي لم تكن الحديقة من ضمن الحدائق المعروفة أو المطروقة، حتى طالتها أيدي التطوير ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة مصر الجديدة وبقية معالم العاصمة، لتضاف حديقة البازيليك إلى الحدائق التي تنتشر في مناطق القاهرة المختلفة وتشكل متنزهات لأهلها والزوار، وتكون رئة للهواء النقي وسط الغابات الأسمنتية إعلاء لقيم الجمال والمستقبل الأخضر.